المناسبة كانوا يقومون بتدريس ساعات أو حصص إضافية دون أن نصدر هذا القرار. إذا هذا القرار يلزمنا نحن أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وهو دعوة بأن يقتدي بها كل الأساتذة هيئة التدريس في جامعة ابن خلدون، وعلها في الأيام القليلة المقبلة ستعمم على كافة الجامعات الجزائرية، ونرجو من الأساتذة أن يلتفوا حول هذه المبادرة، وهي مبادرة وطنية ليست مبنية على خلفية سياسية، أو نحن نقدم للوطن ولا نسأل ماذا قدمنا للوطن، نسألهم الذي قدمه الوطن إلينا. إذا كنا وطنيين فعلا نسأل ماذا نقدم للوطن، خاصة وأن الجزائر نعم الجميع تمر بمرحلة يعني صعبة لا بد من تجاوزها ولا بد من تناصر جميع الجزائريين الوطنيين الأحرار. طيب سيدي، لو نسألك سؤال نقول لك من أبواب دعم الدولة في وزارة التعليم العالي قضية المهمات إلى الخارج أو قضية التربصات في الخارج، هذا الملف يعرف ربما تلاعبات كبيرة على مستوى الجامعات، الكثير من الأساتذة الذين يستفيدون من تربصات للخارج وبالعملة الصعبة يأخذون ربما تربصات ولا تقام تلك التربصات بالشكل المطلوب، مجرد عمليات الاستفادة من العملة الصعبة. لماذا لا تركزون كأساتذة جامعيين على مثل هذه النقاط وتطلبون مثلا من الدولة غلق باب التربصات في الخارج، وهكذا ربما تنقصون أيضا الضغط على استخراج العملة الصعبة؟ فيما يخص هذه النقطة، نحن في المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي نثمن دور الدولة الجزائرية في منحنا التربصات القصيرة في المدى من أجل يعني من أجل أن يستفيد الأستاذ ويعمق بحثه حول القضايا التي يشتغل حولها. هذه النقطة في اعتقادي في تصوري أن الكثير من الأساتذة يستفيدون من هذه المنح في ربما عقد نقاشات علمية مع الأساتذة الآخرين في إطار تلاقح الأفكار واستيراد كذلك ربما جانب من المعرفة، وبالتالي لها فوائد. أنا لا أتطابق مع ما تذهب إليه في أنها تبديد للمال، وإنما إن يستفيد منها. ربما هنالك قلة قليلة من الأساتذة الذين لا يستفيدون فعلا من هذه المنحة، أما الأعم والشائع عندنا أننا الأساتذة يستفيدون منها استفادة، على الأقل حينما يخرج الأستاذ من الجامعة من الجزائر ويذهب إلى جامعات أخرى فينظر كيفية التأطير وكيفية التدريس والأهم المنجزات التي تقدم وأهم الأبحاث التي تناقش، فهو في هذا الأمر سيستفيد وسيأتي بمردود جيد بالنسبة لتخصصه. طيب، أو لمشروعه البحثي. طيب، فيما يتعلق بالجامعة، الجامعة الجزائرية اليوم هي جامعة مستهلكة بدل أن تكون جامعة منتجة، وهذا هو الإشكال في النظام الاقتصادي الجزائري. الجامعات الأجنبية جامعات تنتج بحوث يتم استغلالها في الميادين المختلفة تطبيقيا، ما يثمر مؤسسات، ما يثمر ابتكارات. نحن في الجزائر حتى في الجانب الإلكتروني التقني يعني لا توجد بحوث منتجة لمشاريع ميدانية. ألا ترى أن هذا هو الإشكال اليوم، بدل التخلي عن مقابل الساعات المادية أو الساعات الإضافية الذي هو مقابل زهيد نوعا ما، ألا ترى أن النقاش النقابي في الجامعة الجزائرية يجب أن يذهب إلى كيف نتحول من جامعة مستهلكة إلى جامعة منتجة؟ إذن هذا الانشغال لا يجيبك عنه الأساتذة، بل الهيئات المسؤولة الممثلة في الإدارة، إدارة الجامعة والانطلاق من وزارة التعليم العالي. أنت كأستاذ، سألتك كأستاذ ليس كنقاب. يا أخي كريم، هناك أبحاث ما زالت في الأدراج، هناك أبحاث منذ السبعينات تنتج مجموعة من البحوث ولكن لا تثمن ومصيرها يذهب إلى الأدراج. نحن لا نستفيد مما يقدم، لو كل ما يجرى حوله البحث يطبع وينشر أمام الطلبة لعمت الفائدة وكان لها مردود علمي بارز، لكن للأسف بعض المنجزات العلمية حينما تخرج إلى الخارج تظهر، أما في الجزائر فالأمر كما تعلمون تبقى مغمورة إلى حين. شكرا لك سيد عزوز ميلود، منسق الفرع النقابي كناس في جامعة ابن خلدون بتيارت على هذه المداخلة الهاتفية.
نعم. أبدأ معك النقاش دكتور حمان أبو شرمة. قبل أيام سمعت كلام الضيف من جامعة يارت، قبل أيام كان الإعلان الكبير حسب ما تحصلت عليه النهار كمصدر في مصدر من مصدر رسمي، تنازل حكومة سلال 5 أعضائها بالتوافق، والقرار أخذ جماعيا عن 10% من رواتبهم. في رأيك كشكل من أشكال التضامن مع الخزينة ومع الحكومة في أزمتها المالية، هل في رأيك هذا التضامن 10% هو حقيقة فعلا شكل من أشكال التضامن وسيعطي ربما ثماره بتعميم هذه القضية على باقي القطاعات، أم أنه بداية لربما عملية زبر أو عملية تشديد على الموظفين البسطاء؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية نهنئ قناة النهار على جائزة ثانية للحق تحصلت عليها باقتدار، فنتمنى تمنياتي لكم بمزيد من النجاح والتألق. فيما يخص تعليق على الأستاذ عزوز ميلودي، فصراحة نقول الحكومة احذروا من المساس بالجامعة ومن هذه التربصات والتكوين، لأن هذه المرحلة بالذات تحتاج لاستثمار في التنمية البشرية، استثمار في الذكاء، استثمار في المعرفة. هذا هو رأس المال الحقيقي اللي لازم ننتبه له. الحمد لله البقرة غرزت، وأنا بالنسبة لي عسان تكروشين وخير لكم، يا راح النفط والبترول على كل حال دي سي 2030 إذا كان قدروا، إذا كان قدرنا نحصلوا على اكتفاء ذاتي من البترول، وبترول رانا ملاح. أما فيما يخص هذا المبادرة 10% سي ياسر، أنا بالنسبة لي أنا هذه حاجة يعني رمزية كثير، يعني رمزية وما عندها حتى معنى، وراح نقول لك علاش. شوف سنة 2012، سنة 2012 رئيس الفرنسي من وحنا يعني قوانيننا وسياساتنا مدة أساسا من فرنسا. سنة 2012 الرئيس الفرنسي هولندا يعني قرر من خلال مرسوم 900/2012/983 قرر أنه تخفيض رواتب رئيس الجمهورية والوزير الأول وطاقم الحكومة ب 30%، بحيث أنه أحسن وزير في الحكومة ما يقدرش يتحصل على أكثر من 12,698 أورو، علما أن السميك في فرنسا يتراوح حوالي 1200 أورو. يعني أحسن وزير في الحكومة ما يقدرش يتحصل على 10 مرات السميك. لكن بالمقابل في الحكومة الجزائرية تقريبا معدل تاع الراتب تاع الوزير هو 38 مليون. 38 مليون في علما أنه السميك تاعنا احنا الحد الأدنى من أجر القاعدي هو 18,000 دينار جزائري، يعني الوزير يتقاضى أكثر من 21 مرة السميك. فهذه مفارقة، أنا يبدو لي حان الوقت باش نراجع، وهذا مطالبة تاع حزب الشباب، نطالب مراجعة لاغري سالير، يعني سلم الرواتب، بحيث يكون السميك هو الأساس. والسميك نتاعنا يا سي ياسر، السميك هو متعلق بالقدرة الشرائية، أنت تعلم شيء هذا، القدرة الشرائية، والقدرة الشرائية راهي في تدهور، لأن القدرة الشرائية مرتبطة بالتضخم، نسبة التضخم، علما أنه سنويا عندنا نسبة تضخم تاع 7%، فإذا كان وبين مركبات تاع الراتب باش يعرف المواطن الجزائري هو لو بوان دي سيير، لو بوان دي سيير هو النقطة الاستدلالية اللي دار في سنة 2008، النقطة الاستدلالية قدروها ب 45 دينار جزائري في 2008. فهنا في 2016 على ما شار 2017 لا ديفالواسيون تاع الدينار، يعني نقص تاع قيمة الدينار بنسبة 48%. المفروض انه ما نخفضوش الرواتب تاع الموظفين، انه نزيدوا البوان دي سيير النقطه الاستدلاليه نزيدوها ب 48%، اذا كانت 45 دينار جزائري تولي قرابه 90 دينار جزائري. نقطه ثانيه فيما يخص الراتب تاع الموظف الجزائري هو قضيه ليرجي، هو الضريبه على لو ريفينيو جلوبال. هذه الضريبة واش كاين واحد المقولة عندنا يا سياسة تقول لك مغلوبتي مرتي
محجور تجارتي. فهنا الموظفين، الموظفين هما تحت يدين شكون يدير لهم الراتب تاعها، هي هي الاداره اللي هي الجهاز التنفيذي اللي هي الحكومه اللي يتقاضى اكثر من 20% من السنين في المره. فبالنسبه هذا اللي يرجي هذا، احنا نطالبوا حزب الشباب باش اللي يكون اقل من 50,000 دينار جزائري، 5 ملايين الاقل من 5 ملايين ما يكونش اقتطاع تاع الضريبه. كيف يا عجب يا ربي، يعني الساده النواب والحكومه اللي في المشروع القانون اللي قل ماليه اللي قدمته، ضريبه اللي طالبنا به حزب الشباب ضريبه على الثروه، يعني عندك ربي يزيدك، ربي يزيد عندك سيدي، عندك 100 مليار عندك نسبه معينه تدفعها، عندك 200 مليار وهكذا. يعني هذا هو التضامن تاع ارباب المال. وانا شي نتاسف هذا التغول تاع ارباب المال، حتى لما نشوف الحادثه البارحه اهانه تاع 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 السمعه، السمعه تاع الجزائر. يعني فريق حكومي كان بروتوكول معين، لانه وزير خارجيه يتكلم بعد وزير الاول، هذه في كل العالم. والخارجيه يعني هناك صلاحيه رئيس الجمهوريه، هناك تغول لارباب المال، عدم وجود عدل في الضرائب بين اصحاب يعني الثروه، يعني الاغنياء ما يدفعوش ضرائب والضريبه على الثروه. ممتاز. طلبنا في 16 مليار ما يقدروش يدلوا ليهم. روح نقطه بنقطه بالمقابل الموظف. نعم. الموظف ينحيوا له رغم انه الضريبه هذه اللي يرجي هذه اللي اقل من 50% 50,000 دينار جزائري، يقتطعوا له 15% من الراتب نتاعو، وتزداد كل ما زاد الراتب تاع الموظف. ممتاز جدا، تفضل سي خليفه. سمعت كلامه، تكلم كلام طويل شويه، تكلم لك على حكومه، على ساده نواب، تكلم على ضريبه، تكلم لك حتى على اصحاب المال والاعمال، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، تحية الاخ ياسر ولي ضيفك الكريم. بارك الله فيك. اما بعد انا بغيت نتوجه من هذا المنبر تحيه للاساتذه تاع تيارت. مهما يكون المبادره فهي مبادره بحسن نيتهم، بحسن نيتهم، والشيء اللي يستطيعوا عليه ديروه. قال احنايا تبرعنا بهذا الامر للخزينه العموميه او لمصلحه البلاد، فتحيه من هذا المنبر لهذه الاساتذه. النقطه الثانيه، تكلمت على السفريات في الخارج للاساتذه الجامعيين. انا احذو الاستاذ اللي قال يعني، واؤكد ان المنظومه المعرفيه ما لازمش شطتنا المنظومه المعرفيه. اسمح لي، لان الان المنظومه المعرفيه احنا خريجين جامعات، وانت خريج جامعه وتعرف باللي كاين هناك بحوث ما زالت في الادراج، وما كانش تنسيق ما بين البحث العلمي الموجود في الجامعه والمؤسسات الاقتصاديه، لان الاقتصاد محتاج الى هذه البحوث، ولكن عمليه التنسيق ما بين البحوث اللي يديروها الطلبه وخريجي الجامعات امام المؤسسات الاقتصاديه الشيء اللي ناقص. واذا انا نقول باللي كل الاموال التي تصرف داخل المنظومه المعرفيه وخاصه في المستوى الجامعي، كل ما نعطوه مال موش خساره، لان من اجل طيب. المعرفه ومن ممتاز. اجل هذه نقطه ثانيه. النقطه الثالثه، قضيه اننا نتبرع كجزائريين او نتعاون كجزائريين، كما صارت العاده عند الجزائريين انهم يكونوا اخوه في المحاين وفي في في الازمات. انا نقول باللي المبادره حتى لو كانت تاع الحكومه 10% من الاجور، وتاع النواب نصف المنحه، وانا من النواب اللي اقترحت داخل لجنه الماليه والميزانيه ان هذه المنحه تروح على شكل قرض سندي للخزينه العموميه كامله. كيفاش قرض سندي؟ سلفوها وترجع لكم 6%. اسمح لي، قرض سندي تدي المبلغ اكل اقتراح، حتى ما يديش النائب لا 50% ولا حاجه. لا، قرض سندي فيه فائده، في فائده يرجعوا في الفائده. اسمح لي نكمل لك الاقتراح. تفضل. وقلنا باللي النواب اللي باغيين يتنازلوا على المنح تاعهم كليه يطلبوا بالتنازل للكل. لا، انت طلبت قرض. وانا درت، انا قلت اذا كانت 50% هذا 50% وما ندوهاش، تروح قرض حتى وين الخزينه العموميه منا على سنوات، ويديروا الاجل بعيد حتى وين تبدا الجزائر لا باس عليها. 120 مليون نرجعوا لك 2 ملايير. لا، نرجعوا لك 2 ملايير، يعني حتى تبدا الخزينه العموميه. ايه بصح، انت حبيت تسلف للدوله بالفائده. لا، تسلف تدي الفائده، ما تديش الفائده هذاك تعود لك انت. قادر اليوم دير قرض سندي وتدي غير راس المال تاعك، ولكن انك تدي 50% راك خليت من المنحه شيء. ولا من الناس. ايه، ولا
نعم لان دعم الخزينه العموميه لاننا محتاجين. رابح رابح. انا اليوم في لجنه الماليه نعطي بدائل اقتصاديه وماليه، انني تعطيني المنحه 50% انني نحيها للخزينه العموميه، ممكن ان الخزينه العموميه ندعمها. دونك هذا كاقتراح كاقتراح، وانا من الناس اللي يشوف باللي هذه المنحه إذا كانت الجزائر محتاجتها والخزينة العمومية محتاجها، أنا كنائب مستعد وقلتها في كثير من القنوات أننا متنازلين عليها، حتى قضية الأجور، حتى قضية الأجور إذا كانت رح خلاص الآن انتهت العهدة يعني. يعني هذا كلام مسجل، هذا كلام جميل، ولكن هذا جمال هذا الكلام مفروض يكون بداية العهدة. هذا قلناه في منبر في المنبر نتاعو وفي الإطار الرسمي اللي هي لجنة المال، ولكن لا يوجد إرادة قوية من عند النواب للتنازل لتخفيض أجورهم أو لأي شيء من هذا القبيل. اليوم أنا قلت في مكانه الرسمي اللي هي لجنة المالية والميزانية، وقلت احنا مستعدين أننا نتنازل، وأضفت حاجة الشيء اللي وقع اللي داره الوزراء، قلت لازم كل الإطارات السامية كل الإطارات السامية لازم تحذو حذو هذا الطرح، حتى وداروا المبادرة 10% كبداية. كل مبادرة أنا ما هو 10% وانت عندك أسطول تاع سيارة، سامحني، أسطول تاع سيارات بوصول وقود، ربما لا يوجد حتى آلية لتسيير تلك الوصول. سي حمانة روح الاقتراحات، اسمح لي انا عندي اقتراح في القضية تاع سيدي بون ديسونس فقط عم يتوزعوا بطريقة نورمالمون. الاقتراح الصائب والاقتراح اللي يجيب فائدة اننا حنايا رانا عندنا السير غاز في الجزائر، نقدروا نمشوا السيارات تاعنا بالسير غاز. اولى الناس اللي يسيروا السيارات بالسير غاز هما السيارات التابعه للدوله، تابعه للدوله، ما نسيروهاش بالليسونس وما نسيروهاش بالمازون، نسيروها بالسير غاز اللي الثمن تاعو يقدر تتحمله الخزينه العموميه. هذه وحده. كاين طرق كثيره باش نديروا عمليه تقشف وعمليه ترشيد النفقات في هذا الاطار. زياده على هذا، انا راني ضد ان الاجور الموظفين، ان اجور الموظفين يعني تكون فيها خصم او تكون فيها تنزيل. طيب. لأن لكن عملية إخضاع المواطن أو إثقاله بضرائب، زيادات في الآن زيادات في المواد الغذائية، النقطة المهمة لم أذكرها. نعم. ما بين الناس اللي راهي عندها تملك أموال، إحنا الله يبارك للناس اللي عنده أموال الله يزيده، ولكن اليوم الجزائر محتاجة إلى رجالها ومحتاجة إلى رجال أعمالها، لازم اليوم بقوانين. لازم يساهموا في دعم الخزينة العمومية. تفضل خليفة. شوف خليفة أخويا، يعني بيناتنا، هل هذا المنحة هذه تاع انتهاء العهدة، نهاية العهدة، هل هي دستورية؟ بما أنه اسمح لي خليفة، خليفة أخويا جاوبني. شوف ثم حتى تطرحوا لاروترات لافاسار العام اللي ما تخدموا العام الجاي، هذا راح يسلكم عليه خلال لاكاز القانون. باي حق على ما تقول خليفه عوضا تقول نستثمر اموالي في الخزينه العموميه ونمشي رابح على ما تقولش هذه غير دستوريه يا خليفه. اسمح لي شارع الشعب قلنا باللي راني ندي في اموالكم بغير حق، قولها يا خليفه قولها. ندي في اموالهم بغير حق، انا هذه المنحه هذه باي حق تديها؟ ما عندوش هذا القانون عليها، ما عندوش هذا القانون. 109 ملايين 109 ملايين صرحنا 109 ملايين ولا ما ديتوش 109 ملايين يا خليفه اخويا؟ بالعقل اي سند قانوني؟ بالعقل حنايا صرحنا في جميع القنوات وفي الاطار الرسمي على التنازل على هذه المنحه، قلناها صراحة جهارا نهارا. أنا نتكلم كنائب، راك تتكلم مع أحمد خليفة، ولكن ليش هذا أنا لا اليوم راه تتكلم أنا تتكلم زيادة على هذا نقول لك باللي احنا صرحنا في جميع القنوات بالإضافة في الإطار الرسمي تاعها اللي هو لجنة المالية والميزانية على التنازل. حتى ما تهاجمش، أنا تكلمنا على التنازل بس على التنازل. راح تقبض 109 ملايين والنواب يقبضوا 109 ملايين ولا لا؟ اسمح لي، النواب كل نائب 400 نائب يقبضها، كل نائب يجاوب على نفسه. جاوب شوف في فرنسا اخويا، اسمح لي ما تقوليش فرنسا، ما تقوليش لا فرنسا لا. أنا نتكلم معاك الوزارة شوف يا سر الوزارة في فرنسا وش عنده حق في سائق في سيارة، برك سائق وسيارة للعائلة تاعو، وعنده حق في كراء، هذا الذكري واضح، عنده حق في كراء غرفة أبارتمون شقة تاع 80 متر كاري. الوزارة تاعنا راهم في فيلات،
اذا كان صح بغيتو تقدموا للخزينه العموميه اخرجوا من كلاب دفاع اخرجوا من الولايات 49 هذه وخلينا نكريوها للناس على الاقل اخويا قريبه من البحر ناس عندهم اموال ولا ديزيميغري ولا ناس اصحاب ارباب مال يجي قدام البحر ويدخلنا للخزينه العموميه علاه كانت دواعي امنيه قعدتوا قال خافوا ما خافوا من الشعب رغم هم المفروض هم يعني يسيروا الشعب ولما نتكلموا على الوزراء نتكلموا على الاف الاطارات في الدوله مستفيدين من امتيازات سي حمانه بوشكري نعم نعم الا ترى بان ربما لا توجد هناك اعطيك كلمه اسمح لي لان ندير نقطه نظام الاخ تكلم وقال كلمة قال قول للشعب باش نكونوا واضحين وبلا ما نتهجموا على بعضنا باختصار بلا ما نتهجموا على بعضنا بعض هل هي اليوم قانوني اسمح لي اسمح كل الاطارات كل الاطارات بتعرف كل الاطارات روح سقسي كل الاطارات في الدوله الجزائريه لما يتخرج يكمل عنده من حتى على الديبار على حساب الاجر على حساب اليوم رانا في التقشف اسمح لي اسمح لي لا لونكراج جديد لا كاين لونكراج جديد وين هو اسمح لي هذاك مشرع اسمح لي اعطيني سند قانوني تاع المنحه هذه روح سقسي روح مش روح اسال روح دون الشارع انا بغيت نسلم لك مشرع هذا نورنا تاع مشرع هاني جاي اعطيني 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 القادو انا فرصه نسلمو اعطينا تفضل تفضل اعطيني اعطينا فرصه نتكلموا القانون اعطينا فرصه نتكلموا الان بالوضعيه والازمه الماليه اللي راهي تمر بها البلاد الان المبادرات راهي مبادرات شخصيه الان انا اليوم كنائب والمجموعه تاع النواب اللي عرفتها قال احنا مستعدين اننا نتنازلوا حتى على الاجر اذا كان الخزينه العموميه بحاجه طيب الى هذا طيب 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 هل انت اعتقد انها مهمه تصريحات يا سي خليفه وانا كنائب مستعد انني اتنازل على حتى يا سي خليفه الرساله وصلت خليفه الرساله وصلت لكن هو قال كلام مهم الا يجب الان ان نعيد النظر في نعم. رواتب المسؤولين نعم. الكبار ورواتب والامتيازات انا ماشي بيزاتي انا رابور رسمي لما نقول لك امتيازات نقول لك مسكن ونقول لك سيارات ونقول لك اسمح لي اسمح لي ونقول لك مواكب لحراسه شخصيه طويله ونقول لك اكل بدون مقابل ويعني دواء بدون مقابل امور كثيره كثيره يعني. هل معك؟ لا ترى فيها انا معك شوف اذا كان سمح لي اذا كان سمح لي الوقت تاعك اخويا برك وبعنا نعطيك فرصه تاعك شوف مادام ترك هو شوف لذلك تكبيه تفضل باش ما تظلمش خاوتك الاطارات الاطارات الساميه تاع الدوله راهي كاين غبن عايشين في غبن مدراء تنفيذيين مدراء مركزيين في الوزاره انا كنت مدير تنفيذي وكنت مدير مركزي نعرف الشيء هذا مليح يا سي ياسر هذا الامتيازات راهي عند وزير عند امين عام تاع وزاره اما مدراء تنفيذيين صدقني صدقني مقارنه بالمدراء التنفيذيين في المغرب الشقيق ولا في تونس ولا يعني من ناحيه الراتب وناحيه الامتيازات ولا شيء صدقني راه روح شوف انا الولات الولات كاين الولات كاينه لاكاس الوار لاكاس الوار هذه ما كاينش قانون اللي يضبطها هي والصناديق الخاصه ما كاينش ضبط ليها حتى المراقبه ليها ما كاينش عنده ريجي ان كاس الوار يصرف منها كيما يحب امبراطور رغم انه غير منتخب من طرف الشعب يعني رئيس لا. الجمهوريه عنده حق في هذه اسمح لي دقيقه نحبس هنا شوف الامور الماليه عندها وزاره ماليه وكل الاموال اللي تمشي سواء كانت في صناديق خاصه او غير صناديق خاصه بيجيتيزي في العام او صناديق ما يسمى بالصناديق الخاصه فهي مراقبه من طرف وزاره الماليه في اطار سنوي تبقى قضيه تصرفات اشخاص أننا نعممها على عامة المسؤولين هذا خطأ ولا اليوم أنا نتكلم تتكلم على وزارة المالية هي جزء من الحكومة اسمح لي المفروض تكون تقول لي بالله لا لا عندنا حق بالعقل مش بالعقل بالعقل اليوم الشعب الولايه عنده حق يراقب لكاس الوار تاع الولي عنده صلاحيه ما كاينش صلاحيه هذا ممثل تاع الشعب راهو هو قال لك وزاره الماليه هذه راهو هذا راهي مؤسسه تاع الحكومه اسمح لي نجاوب اسمح لي نجاوب حنا كنواب اوني با دي كونطابل حنا نراقبوا الاداء السياسي لاننا حنا سياسيين نراقبوا الاداء كيسيون دو كونطابل كاين لي كونطابل هما اللي مختصين يروحوا للارقام النائب ما يروحش يراقب لا كونطابيليتي غالطه الناس ما يروحش المراقبه الماليه ما كان المراقبه نواب الشعب تاع الجزائر لي بارلمونتير الجزائريا ما عندهمش الحق في مراقبه اموال الشعب ما توصل صوتك غير بالحل باش تفهمني احنا نراقبوا خلي الشعب يعرف نراقبوا نواب الشعب تاع الجزائر ما عندهمش حق مراقبه الاموال العموميه يقول لك بلي ماهوش دي كونطابل اسمح لي جاوب اسمح
النائب ماهوش كونطابلي يراقب بالاداء تاع الحكومه الاداء واش طيب. هل هذه الاموال بلغت الاهداف تاعها ام لم تبلغها؟ هذه الرقابه تاع البرلمان. لا 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 يراقب بالاداء خليفه ما يراقبش الحق ويراقب اموال خليفه يراقب الشعب يراقب اموال الشعب يراقب الاداء خليفه سي حمانه روح الفصل روح الفصل روح الفصل الاشهاري بعد الفصل نتكلموا على سياسه الدعم على الفئات التي تستاهل الدعم التي تستحق الدعم. نتكلم على الضرائب المتعلقة برجال الأعمال وخاصة رؤوس الأموال الضخمة في الجزائر والتضامن تاعهم مع الحكومة ومع الشعب. مشاهدينا فصل إشهاري ونواصل فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في نقاش على المباشر. الأغنياء يواصلون جمع ثروتهم بدعم من الدولة والفقراء لتغطية العجز. معي مباشرة عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الأستاذ كمان رزيق. نعم سيلتحق بنا بعد لحظات. أعود إلى ضيوفي الكرام. أستاذ حمانة الكل يتساءل عن سياسة الدعم عن السياسة الاجتماعية للدولة. الدولة تقول أنها تدعم أغلب المواد الاستهلاكية، لكن الآن مع انهيار أسعار البترول والأزمة المالية في الجزائر بدأ مسار الدولة في السياسة الاجتماعية تحول من الدعم الكامل أو الدعم الكبير إلى الدعم بعض المواد الأساسية ورفع الأسعار في مواد أخرى. ولكن المشكل في الجزائر أنه الدعم على كل الفئات، يعني ما فيش فئات معينة تستاهل وفئات ما تستاهلش. كيس الحليب يشتريه الغني مثل ما يشتريه الفقير بنفس السعر. نتكلم على أغنياء أخذوا مشاريع من الدولة بصفقات تراضي أو بصفقات أو بمناقصات ودعمتهم الدولة في مشاريع أو بأموال البنوك الجزائرية صنعوا ثروة لأنفسهم، ولكن اليوم لا تسمع لهم ولا ربما شيء متعلق بالتضامن أو مشاريع إرادية تطوعية لفائدة الدولة. لماذا هذا الإشكال؟ لماذا لا نصنف الفئات؟ لماذا لا نجعل ضريبة على الثروة؟ لماذا من يملك 1000 مليار ليس كمن يملك راتب من 18,000 دينار في الشهر؟ تفضل. شكرا أستاذ ياسر. أولا نتأسف أستاذ ياسر أنه أنا صراحة متألم كثير أنه الجزائر ما زالت أسيرة البورصة تاع البترول وتاع الغاز. الجزائر ما زالت تحت رحمة أسعار البرميل تاع البترول. الجزائر هي وتركيا كنا في التسعينات كنا في نفس المستوى، في السبعينات احنا وإيطاليا وإسبانيا كنا قرب بعضنا. أين نحن يا أستاذ ياسر؟ أين نحن؟ وبعدين لما نفشل في أنه نحرر الجزائر من الأسر هذا تاع البورصة تاع البترول تاع الغاز، من يدفع الثمن؟ يدفع الثمن المواطن البسيط لو سالاري، في حين أنه الناس اللي استفادت من الريع تاع الدولة، استفادت بصفقات، استفادت بكذا. نعرفوا الناس كانوا كونطابل في كوسيدار ولا ملياردير، واحد بوشي ولا ملياردير، واحد مانيش عارف، واحد كذا، ربي يزيدهم على كل حال اذا كان العمل تاعهم مشروع ربي يزيدهم. لكن بالمقابل هل الجزائريين ما عندهمش حق تاع باب التضامن انك انت تقدم ضريبه على الثروه تاعك، ولا نروحوا نقتطعوا الاجور تاع الموظفين؟ على بالك باللي المواطن الجزائري يعني تحت 50,000 دينار جزائري راهو راح يكون فقر مدقع. صدقني يا أستاذ ياسر، حتى أرباب المال راح يخسروا في القضية هذه تاع نقص القدرة الشرائية. تعرف علاش؟ لأنه لما تنقص القدرة الشرائية راح السلع تاعهم راح تتكدس، راح يكون تضخم تاع السلع، راح تكون أزمة اقتصادية في البلد، وهذا الشيء اللي ننبه ليه. لازم يكون الآن لازم تحديد الفئات. أنا راح تكون، اسمح لي، تكون عدالة اجتماعية. العدالة الاجتماعية تكون عن طريق الثلاثية. ثلاثية تكون الدار عقد وطني حقيقي، باكت سوسيال. الثلاثية لا تريبارتيت هذه اللي هي مفروض تابعة تنطبق على الاتفاقية الدولية لا كونفونسيون 144 اللي تعمل على أنه احترام معايير الدولية فيما يخص التسيير الديمقراطي الحكمي، الحكم الراشد، وبالمقابل ضمان الاستقرار الاجتماعي، يجي بعدين العقد الاجتماعي. لكن للاسف لا تريبارتيت، للاسف كاين تراجع على بعض الحريات الدستوريه بين الحريات النقابيه. لما تشوف لا تريبارتيت يعني هذا لا كوميسيون تاع الخبراء 2006
نبهوا الجزائر، نبهوا الجزائر، قالوا لها باللي كاين خلل فيما يخص لا تريبارتيت هذه الثلاثيه. علاه؟ اولا ما كانش اونكراج جريدي، ما كانش سند قانوني، لازم يكون الديكري بريزيدونسيال ولا اللي يحدد اي لا كومبوزيسيون اي لو فونكسيونمون اي لي اتريبيسيون تاع لا تريبارتيت، يعني التكوين تاعها التشكيل تاعها لازم يكون يكون متساوي الاعضاء. مش عندك الحكومه وثمانية ارباب المال في حين ان اقتصاد جنيني ان ايكونومي امبريونير، وبالمقابل ليجيتي يعني النقابه من حزب الواحد وهي مازالت ناقه، في حين اين هم النقابيين تاع الاطباء؟ اين هم تاع مارس الصحه؟ اين هم النقابيين تاع النقابات تاع التعليم تاع يعني من الصف الاصليه مش يعني منا وفينا يعني احنا يا استاذ ياس حان الوقت انه نسير البلد بحكم راشد. الحكم الراشد هذا لازم يكون احترام الاليات والقواعد الديمقراطيه. على كل نشوف بالنسبه للكلمه للسؤال تاعك هو الدعم الاجتماعي. في اول خرجاتنا من 2012 لما دخلنا للبرلمان كنا نقول ان الدعم الاجتماعي لازم يروح لمحتاجيه، ما يمكنش ان الدوله تبقى تدعم الجميع بصفة واحدة. قلنا لازم خلق بطاقية وطنية، وهذه البطاقية الوطنية شكون اللي يخلقها؟ تبدأ من جمعية الأحياء والمنتخبين المحليين اللي يعرفوا الناس ويصنفوا شكون هو الفقير وشكون هو المحتاج. قد نخفق في البطاقية هذه في 10% أو 20% ولكن نستفيد 80%. ما يمكنش باللي في قانون المالية 2017 هذه خصصت 1630 مليار دينار للدعم الاجتماعي اللي يروح عام، هذا غير مقبول. إضافة إلى النقطة الثانية اللي تكلمت عليها وهي مهمة، وهو التحصيل الضريبي والتهرب الضريبي للأثرياء من الجزائريين، وربي يزيدهم كما قال الأخ، ولكن التحصيل الضريبي اللي هو بملايير الدولارات هذا مشكل من هنا؟ مشكل الدولة، مشكل المؤسسات الرقابية ومشكل المنظومة الضريبية في الجزائر اللي نادينا كثير من المرات أن يعاد النظر في المنظومة الضريبية حتى ندير تحصيل ضريبي. طيب. زيادة على هذا الجزائر الآن محتاجة إلى أصحاب الثروات حتى يدفعوا الضريبة تاعهم، لأن الزوالي أو الإنسان الفقير اللي ما عندوش ما هوش قادر أنه يتضامن لأنه هو بحاجة إلى تضامن. إذن هذا الأثرياء اللي استغلوا الأموال وربي يزيدهم، اليوم جاء الوقت أنه يورونا باللي يودي يحبوا الوطن هذا ويقدروا يساهموا ويتضامنوا مع البلاد هذه باش يخرجوها. نروحوا لسكه من رزقك ونرجع لك. المحلل الاقتصادي معي مباشرة على الهاتف. مساء الخير أستاذ. بداية نحن نناقش قضية الأغنياء وجمعهم للثروة باسم دعم الدولة، والفقراء الذين يغطون عجز الدولة عن طريق الضرائب المستمرة والمثقلة لكاهلهم من خلال رفع أسعار الوقود، الفاتورات الكهرباء والغاز وما إلى ذلك. القائمة طويلة. حتى الأسعار اليوم هناك اتهامات بين اتحاد التجار وبين المستوردين، كل واحد يقول لك هو من رفع السعر، هو من احتكر، المهم في نهاية المطاف المواطن من يدفع الثمن. هل تعتقد أن سياسة الدعم والسياسة الاجتماعية للدولة من بين فقير وغني هي سياسة عادلة تحقق العدالة الاجتماعية وتعطي للفقير حقه ولا تبخسه حقه، وأن يعيش عيشة كريمة ومعزز مكرم، وتعطي للغني أيضا حقه ولكن ليس على حساب المواطن البسيط والفقير؟ اولا مساء الخير ورحب بيك والزملاء الموجودين معك في البلاطو واشكرك على الاستضافه. هو اكيد هذه المعضله احنا تحدثنا عليها كثير خاصه في قناتكم وتكلمنا عليها منذ سنوات، يعني نندد بهذا الدعم الغير يعني غير المحقق العداله، لانه في الاصل هو دعم موجه للاغنياء وليس للفقراء. لان عندما نروح نشوفه خاصه فيما يتعلق بالدعم الموجه للسلع الاستهلاكيه نرى بان في الوقت اللي في ازمه الحليب تروح المقاهي تلقى عندهم بالمئة و150 و200 شكاره حليب، هما اللي يستفادوا من هذا الدعم. وغير ذلك يعني في تحويل للبودره، في تحويل للفارينه من طرف كثير من التجار. لذلك احنا تساءلنا كثير وقلنا لماذا الحكومه ساكته، لماذا الحكومه تنظر بان هذا الدعم الاصل الموجه للفقراء يذهب الى الاغنياء.
لكن مع الأسف الشديد يعني فيه سكوت. وأنا اللوم الإخوة في البرلمان يعني اللوم هم أشد اللوم، لأن كان المفروض أنهم يأخذوا مواقف، لأن فيه في المواقف السياسية هي الاستقالة، كان المفروض أنهم يقدموا الاستقالة ويعرضوا الحكومة أنها لم تستجب لهم، لكن مع الأسف الشديد أن في آخر عهدتهم يجوا يقولوا الدعم والدعم، هذا كلام يعني غير منطقي. لذلك فأعتقد بأن كل سياسة الدعم التي وجهت من طرف الدولة في السنوات الماضية إلا استفاد منها هم الأغنياء، ازدادوا ثراء وازدادوا ثراء فاحش على حساب المواطنين، على حساب الزوالية. لذلك احنا طالبنا ومازلنا نطالب وسنطالب إلى آخر رمق بأن يعيد النظر في سياسة الدعم، الدعم العشوائي الشعبوي ليذهب إلى الأغنياء ويذهب إلى التجار، إلى دعم حقيقي موجه إلى الفقراء، يعني زيادة في أجورهم وتحرير الأسعار. الإشكال المطروح الآن يعني احنا ناديناها وقلنا يعني إلى حد الآن الحكومة اتجهت إلى الحلول السهلة في معالجة مقاربة إيجاد حلول لتمويل ميزانيتها، وهي زيادة الضرائب الغير مباشرة على الفقراء والمساكين، يعني في قانون المالية ل 2016، في قانون المالية مشروع قانون المالية في 2017-21 إجراء ضريبي، وبالتالي فهذه يعني سياسة الهروب إلى الوراء وليس إلى الأمام، لأن الحكومة كان بيدها إجراءات كثيرة يمكن أنها تعالج بها هذه الاختلالات، خاصة فيما يتعلق. أنا عندما سمعت بأن الحكومة تنازلت على 10% وزراء، أنا لا أطلب منها أن تتنازل، مناش أمام باب تاع المسجد ويتصدق على الفقراء والمساكين، أطلب من الحكومة أن تتخذ إجراء قانوني وهو فرض اقتطاع 10% ليس من الوزراء فقط، من جميع أصحاب الدخول المرتفعة سواء كانت في القطاع الإداري أو القطاع الاقتصادي الخاص ولا العمومي، على الأقل لمدة 5 سنوات كضريبة تضامن. أيضا طالبنا ومازلنا نطالب، وقناتكم تشهد على ذلك، بأن طالبنا منذ سنوات أن آن الأوان هؤلاء الأثرياء أن يرجعوا جزء من الثروات التي اكتسبوها على ظهور الشعب، من خلال أنهم إما هم يأتوا ويتطوعوا، وهذا مستحيل أنه يقع مع الأسف الشديد في الجزائر. لذلك كان من أجدر على البرلمان أنه يجبر الحكومة، وكان من الأجدر الحكومة أنها على الأقل لا نقول نفرض عليهم ضرائب على نشاطهم، لأن النشاط نعم إحنا يهمنا ونستقطبوه ونطلو تحفيزات ونطلو دعم باش ما يروحوش الدول الأخرى، لكن على الأقل على الأرباح الصافية، أقول الأرباح الصافية، كان من الأجدر أن تفرض عليهم ضرائب تسمى على الأقل ضريبة التضامن لمدة 5 سنوات بين 10-20%، على الأقل يساعدوا هذا المجتمع، لأن في نهاية المطاف الثروة الآن يكتسح هؤلاء الأغنياء 80-90% من الثروة الموجودة في الجزائر هي بيدهم. يعني مع الأسف الشديد نتجه شيئا فشيئا تصبح الجزائر هي برازيل إفريقيا، يعني اقتصاد قوي، فئة غنية جدا، غناء فاحش، وطبقة جميل كبيرة جميل من المجتمع جدا تكون فقراء ومساكين. جميل جدا دكتور كمال رزيق، شكرا لك على هذه المداخلة الهاتفية. أقرأ بعض التعليقات للمشاهدين. مراد قلمين يقول: هل يوجد قانون أو آلية لمراقبة جمع الثروة، وهل يوجد قانون لحماية الطبقة الكادحة في الجزائر؟ هناك أخ آخر يقول عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: التهرب الضريبي هو أحد أسباب الثراء. هناك مشارك آخر يقول أيضا في هذا الموضوع: لماذا لم تفرض الضريبة على الأموال؟ من لديه أكثر من شقة تفرض عليه ضريبة، من لديه مليار تفرض عليه ضريبة. يعني هذه إحدى المشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كلمة أخيرة لك سي أحمد خليفة، ثم نجي عندك سي تفضل في أقل من دقيقة. شوف على كل بنكون صراحة، كل التعليقات الإخوة صائبة 100%، لأن التهرب الضريبي والتحصيل الضريبي اللي راه برا بملايير الدولارات قد يكفي الدولة أو الحكومة كحل لعدم اللجوء للرسوم اللي دارتها في قانون المالية، ولكن الدولة دارت 10 تقدمت ب 10% برك في التحصيل الضريبي، ولكن هناك أموال كبيرة في التحصيل الضريبي، وهذا الغناء كما قالوا من جراء التهرب الضريبي اللي راه واقع، والمراقبة المؤسسات الرقابية ما زال ما يلعب دورها الحقيقي، لأن كرة تلعب دورها الحقيقي تعرف الأموال هذه وين راهي وتقدر تدير تحصيل ضريبي حقيقي. وفي الأخير نقول لك لازم منا يعاد النظر شكرا في المنظومة الضريبية في الجزائر. تفضل وقت لك. شوف أخي ياسر، نشكر أقل من دقيقة صديقي سي رزيق يعني المدخل القيمة وعلى الإخوان تاع الفيسبوك، لكننا وش نقول باللي حال الوقت أنه توقف البريكولاج،
والله ياسر لما تشوف قالك اقتطاع فرحه كبيره، اقتطاع وزاره 10% من الرواتب تاعها، كاين 32 وزير كيدير في العام المعدل تاع الراتب تاع 38 مليون، طيح لك مليار و200 مليون، مليار مليار يا استاذ ياسر مريال في العام، مليار في العام، في حين انه احنا بزعنا دراهم هذا نتاع لونساج كي قلنا نتوقفوا ونديروا البي ام بي ام اي. راهي شوف الاقتصاد ما يقدر يقوم الا بالمؤسسه الصغيره والمتوسطه، لازم تبنى اكثر من 1,500,000 مؤسسه صغيره والمتوسطه، والاقتصاد الجزئي لازم الدوله تخلى عليه، عندها هي الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الجزئي لي بوتيتي مويان لي ميكرو انتربريز، هذا باش نكون واضحين، ولازم الكفاءات اللي يسيروا البلاد. شكرا لك. بركات بريكولاج. شكرا لك سي حمانه بوشرمه، شكرا لك سي احمد خليفه، شكرا لك سي كمال الزيك، وشكرا لعزوز ميلوت، شكرا لكم انتم ايضا.